أما هلأ بننتقل ليا لفقرتنا التالية، وكتير يمكن عم نشوفها بالآونة الأخيرة منتشرة بشكل كتير كبير، العنف الأسري، العنف ضد الأطفال. ويمكن خلال فترة الحظر مع انتشار فيروس كورونا شفنا كتير من الحوادث منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. قديش فعليا اليوم في عنف أسري وعنف موجه ضد الأطفال للأسف من قبلهم، قديش بيأثر على شخصية الطفل، وقديش ممكن تكون أنت عم تربي طفل عنده عقد ومشاكل نفسية. اليوم أطفالنا أمانة، اليوم يجب أن نحافظ على أطفالنا ومسؤولية، يعني الرب أعطاك أمانة فحاول قد ما بتقدر حافظ عليها. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا السيدة نغم طربية، اختصاصي أسري تربوي. يسعد صباحك وأهلا أهلا، وسهلا فيكي. يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. أهلا وسهلا فيكي نغم. أهلا. بالبداية خلينا نحكي، يمكن قديش اليوم التعنيف، العنف، حتى مشاهدة العنف بيأثر على ذاكرة الأطفال، بيأثر على سلوك الأطفال وعلى بناء شخصيتهم طبعا أيضا. العنف هي ظاهرة منتشرة بالعالم، ما بتخص دولة أو منطقة صحيح. أو طبقة اجتماعية معينة، بتطول عدد كبير من الأطفال. ممكن هو موضوع العنف هي موضوع كتير خطير، بيأثر على نفسية الطفل وبيأثر عليه بالمستقبل، على المجتمع بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص. فنحن يلي بدنا نحكي عنه الأمهات، اللي بيصدم الأمهات إنه عم يتعاملوا بعنف مع أطفالهم بدون ما يشعروا. يعني إذا أنا بدي أسأل إيمتى الطفل تعنف لأول مرة بحياته أو بأي عمر، او ماذا نقصد فبنتفاجأ. بالتعنيف حتى، تماما، يعني لما اقول انا عنفت طفلي نحن عم نحكي عن تعنيف لفظي، يعني طبعا مش أكيد تعنيف رح فقط نحكي عنه. يتعلق بالضرب. فهون نحن لما بيكون الطفل الصغير عم يبكي، طعمناه وشربناه وكل شيء، بس بيجي حدا بيقلي خلص حطيه بسريره واتركيه بينام لحاله، هون الطفل ممكن يكون بحاجة لاهتمام. يعني أنا قدمت له الرعاية لكن ما قدمت له الحنان. حرمان الطفل من هذا الحنان هو بنسميه عنف للطفل. فأنا ممكن الطفل يكون بحاجة إنه يمسك إيد أمه يتلمسها لحتى ينام نوم عميق. بالمرحلة الثانية ممكن نحن الأمهات بنلاحظ بمرحلة تنظيف الطفل، بصير لحاله يفوت على التواليت، الأمهات بتتفاخر، أنا ابني صار يفوت على التواليت لحاله، ابني ما عاد عمل على ثيابه. طيب أوكي، سألتي حالك أنت كيف وصلتي ابنك لهي المرحلة؟ احنا عم نحكي ببداية حياة الطفل، كيف منبلش معه؟ لأنه الطفل هو ما عنده، هو طيب بالفطرة، ما عنده هذا العنف. ممكن يكون عنده ردود أفعال لكن هو ما عنده هذا التعنيف، ما بيعرف شو يعني. الطفل هون ما عنده إدراك للشيء يلي الأم عم تعمله. يعني أنا ضربته وعملت له وهيك، بس أوكي بيطلع هيك إنه الماما ليه هيك عم بتساوي فيه. فلازم ودائما بنأكد انه العنف ما نستخدمه اسلوب عقاب للاطفال، لانه هو مو لغه بنستخدمها بتربيه اطفالنا، هو مو وسيله ممكن نحن او خيار نعمله لحتى نربي اطفالنا، لانه في امهات للاسف بتستخدم العنف بغرض التاديب او التربيه. هي المعتقدات الخاطئه عنا. العنف اللي نحن عم نسببه للطفل ما بيقتصر على الجسدي، هذا اللي بدي اسالك الجسدي عنه. خلينا نحكي عن انواع العنف ضد الاطفال، لانه تماما في مفهوم للعنف في ناس ما بتعرفه، يعني بتقول لك عم تتصرف مع ولد وعم تربيه، لا هيدا يندرج تحت انواع العنف ضد الاطفال. تماما. العنف اول شيء بدي احكي عن العنف الجسدي، هو بيأثر على الطفل لكن مع مرور الوقت بيروح، ممكن بعد ايام ممكن بعد شهور الطفل بيتذكر منه اشياء انه هو انضرب. بتلاحظي اطفال، يعني نحن عم نلاحظها هلا، بتكوني انت طفل قاعد بتكوني ماشيه بسرعه او جايه بسرعه بيعمل هيك، فهون انت بتطلعي بتلاحظي انه هي من علامات او مؤشرات انه الطفل عم يتعنف من قبل الام، من قبل الاب، من قبل احد الاقارب. في العنف اللفظي يلي كثير بدنا ناكد عليه، هو اصعب انواع العنف يلي نحن بنستخدمه. كثير بنجي بيحكوا مثلا انه انا ما بضربه لابني بس ببهدله. طيب هذا الكلام عم بيأثر بنفسية الطفل، بكلمة عم كلمة ياخد رصاصة، يعني مدى بعيد بحياته، بيضله بيتذكر كتير من الأمور الأم عم تعملها أو الأب. ما في أسلوب
بالتعامل مع الطفل، عم نستهزئ فيه، عم نخوفه دائما. الاستهتار بالاشياء اللي هو عم يعملها، الانجازات اللي عم بيقوم فيها ما بتكون إلى قيمه عنا، ما بنحسسه انه هو عمل شيء. هذا الشيء كثير عم بياثر على حياته. يعني كثير من الاشخاص او من الاطفال المعنفين هن وصغار، بدي احكي انا بنسب، يعني ممكن واحد بالالف من الأطفال اللي تعنفوا هن وصغار يقوموا يعيدوا بناء نفسهم من جوا، طبعا بوجود الإرادة. يعني منلاحظ مثلا ومنلتقي كثير مع أشخاص إذا بيحكوا عن طفولتهم هن نتعنفوا بسبب يعني جهل بعض الأبناء، وما زالت يعني هي فكرة قديمة وجديدة بنفس الوقت، لكن قبل كان في جهل، يعني كانوا يعاقبوا الأطفال على أشياء إذا أنت بتفكري فيها هلق اليوم نحن بنفكر فيها أنه شو عمل الطفل لحتى وصلتوا لهي المرحلة لحتى تعنف، تركتوا جواته أثر كثير سيء. لكن كان عند الطفل إرادة بأنه هو يرجع يبني نفسه من أول وجديد. بس هي حالة استثنائية للأسف. تماماً عم بحكي واحد بالألف. ووصلوا يعني هدول الأشخاص اللي عادوا بناء نفسهم خلوا عندهم ثقة بنفسهم، هن من حالهم بلشوا وصلوا لمراحل كتير حلوة بحياتهم. لكن ما بننكر في جانب نفسي بحياتهم، يعني مثل نقطة سوداء هي أو مظلمة بحياتهم، ممكن للحظة أو لموقف بينذكر قدامهم بيرجعوا بعيدوا كل الشيء اللي مروا فيه هنن وصغار. وفي أطفال كتير احتاجت أنه لمرشد نفسي. مو غلط هذا الموضوع، المرشد النفسي نحن ما عم نحكي نروح للأدوية نروح للعلاجات، هو تفريغ طاقة. يعني أنا بجي بحكي شو عم عاني، ممكن حدا كبير يجي يرشدني يعملي هيك ساوي هيك، فهون أنا فرغت هي الطاقة، بلشت من أول وجديد. وخصوصا إذا كان الطفل من هو وصغير وكبر بده يستقر مثلا يبني أسرة، هون الصعب. أنا ما يعني الأهالي ما بيطلعوا إنه ممكن هذا الطفل بلش من هو وصغير بيقولوا يلا بس يكبر بينسى. لا، ما بينسى، ما هو بده يرجع يعيد نفس يعني الشريط بده يعيده، إنه أهلي هيك ربوني أنا بدي ربي أطفالي. وهون الغلط، لا ما عليه، خلينا نعيد بناء أنفسنا من نحن وصغار شوي شوي لحتى يطلع عنا جيل واعي، جيل بعيد عن العنف. للأسف نحن عم نشوف وبعدنا لليوم عم نشوف هذا الشيء، على الرغم من في حملات توعية عم بتوعي الأهالي بهذا الخصوص، لكن ما في ثقافة كاملة لحتى الأهل يتخذوها. نعم، يعني عم نحكي بموضوع كتير مهم وعم يأثر على شخصيات جيل بكامل وبحاله. اليوم نحن بمدارسنا لما نلاحظ أي ملاحظة على الأطفال المعنفين بمنازلهم أو في تعنيف أيضا بالمدرسة كمان، كيف فينا نحن كمدرسة كأنسات كيف فينا نستقطب هي الحالة، كيف فينا ما نخلي الأطفال يستهزئوا بحالة ردات الفعل للطفل المعنف قدام رفقاته، ما يكون حدا ضعيف، كيف فينا نقوي هي الشخصية بالمدرسة؟ بالأول لازم يكون في دراسة كاملة عن كل طفل، ما نقول مدارس وأعداد كبيرة وهيك، من هون نحن بدنا نبلش أنه هذا الطفل لازم يكون في أكثر من مرشد نفسي بالمدرسة، نتابع حالات الأطفال نشوف. مو المهم نحن درسناهم وعلمناهم ومرقت الحصص أو مرق اليوم علينا، لا ما عليه، خلينا ناخذ الأطفال. هلق الأطفال بيكونوا واضحين من خلال الدرس، من خلال ردة فعلهم، قوة شخصيتهم، ثقتهم بنفسهم، أنه المس هي رح تلاحظ هذا الموضوع، أنه عم تحكي شيء عيد مثلا، عيد أنت عيد أنت. تلاقي أطفال المعنفين أقل ثقة بنفسهم، مو قادرين حتى هن يقوموا ويحكوا بصوت عالي، ما عندهم هي الثقة، ما عندهم هي الجرأة، بسبب بخافوا لأنه الأهالي عم يستهزئوا فيهم، الأم والأب بيكونوا ما عم ياخدوهم بمحمل الجد، أو هن موجودين أساسا يعني. فبصير هون الطفل ما عنده الجرأة حتى
بينسحب من المجموعات، مو بس بالدرس ما بيقدر يحكي، بصير هو أي مجموعة مع الأطفال مع أصدقائه مثلا بينسحب منها، لأنه هو ما بيحب يكون موجود، بخاف حدا يضحك عليه مثلا أو يتنمر عليه. هذا الشيء اللي نحن عم نلاحظه، فكتير ضروري كل حدا موجود بالإدارة بالدائرة التربوية موجود بالمدارس، معلي ما نخص بالمدرسة نفسها، ما نخص بس المرشد النفسي، معلي خلي كل مدرس يعمل مرشد نفسي على الطفل، أنا أشوف شو نفسيته، شو بقدر أعالج بهي الأمور، لأنه صدقاً كتير في أطفال عم بتعاني من هذا الموضوع بشكل كبير اليوم للأسف. يعني إحنا بال 2021 تماماً، وما زال العنف، يعني في العنف ضد الأطفال بالزياد، ما في ما موجه لشريحة واحدة، إحنا عم نحكي بكافة أنحاء العالم وللأسف مثلاً يعني اليوم صار تفريغ طاقة أو اليوم قلنا يعني شهدت كان في دراسات لأيام الحظر مع انتشار فيروس كورونا بازدياد العنف ضد الأطفال بسبب الحظر والتواجد مع الأسرة بشكل طوال النهار. تمام. وللأسف يمكن ما في كتير رادع إذا بدنا نقول، اليوم بتلاقي حتى الأم ابنها ممكن يأكل قتل قدامها وبتخاف تخبر، هي تتعرض لعنف لأنه ما عم يتاخذ الإجراء القانوني الصحيح أساساً. فكيف فينا نحن ضمن المجتمع أو ضمن إذا فعلياً نوعي الطفل على حقوقه أو حتى المحيط، لأنه ممكن يعني إذا كان في بلاغ بتلاقي في تعهد يرجع حالة العنف للبيت، طبعاً بيرجعوا ترجع من أول وجديد، ما في كيف فيني أنا أشارك، لأنه اليوم لما ساكت عن الحق شيطان أخرس، لما يكون بمحيطك أو بمجتمع حدا عم يتعرض على العنف وأنت عم تشوفه ما عم تحكي شيء، أنت مشارك بهي الجريمة، كيف فيني أنا واعي إن كانت الأسرة أو الطفل أو الأم أو ساهم بجزء بسيط أقدر فعلياً حل المشكلة أو ساعد لو بجزء بسيط منها. بالدرجة الأولى لازم نذكر مخاطر العنف يلي عم نسببها للطفل، الآثار اللي عم بتضلها لبعدين ليكبر، حملات توعية للأهالي، يعني أنا أوكي بحل مشكلة الطفل لكن أنا حليتها والطفل كان عندي موجود 6 ساعات بالمدرسة أو بالروضة أو بأي مكان يعني، لكن هو عم يرجع على البيت وعم يرجع يتعنف من أول وجديد. الشيء اللي أنا بقدر أعمله للطفل إنه قوي له شخصيته، فرجيه إنه هذا الشيء أو السلوك اللي عم يتعرض له هذا غلط، معلي ببعض الأحيان كتير ضروري نحن نوقف ضد هذا العنف حتى لو كان من حدا كبير، إنه نفرجي اللي للأسف اللي عم يتصرف أو عم بيعنف الطفل عم بيعنفه لأنه هو حدا ضعيف ما عنده القوة إنه هو يرد، لكن بحجة التأديب والتربية بتلاقي العيلة كلها بتشارك بتأديب الطفل، وما عم نقدر نميز بين التربية وبين التربية الصحيحة وبين إنه نحن عم نوجه الطفل هون. هلا شوي ممكن النسبة شوي خفت، لأنه بالأول إذا بدنا نعطي مقارنة بسيطة بين الأطفال قبل وهلا ممكن شوي صار في انفتاح أكبر للأطفال، صاروا هن إذا حتى ما بيشوفوا في النت دائما موجود، هو لأنه الجانب الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي تماما إلى إيجابية كثيرة بحياة الأطفال. بالأول كان الطفل عم بيعيش بأسرة كبيرة مع العم والجد كله بيتدخل، الطفل إذا بيعمل شيء كله بيأكل من هاد كف من هاد كف، يعني عم بيتعرض للعنف. اليوم ممكن نحن نشوف كمان ما فينا مثل ما تفضلتي حضرتك إنه ما عم بتخف النسب، لكن يعني فينا نذكر شوي في أمهات واعيين لهذا الموضوع، صار في شوي تقيد إنه عدم تدخل بالأسرة الوحدة، لكن اللي عم نحكي عنه هو الأخطاء اللي عم يرتكبها الأب والأم هن نفسهم على الأطفال، الشيء اللي عم بيعملوه ضد أطفالهم. فهون نحن لازم نأكد على، وهي رسالة للكل، كل حدا عم يسمعنا، كل أم وأب، الطفل هو أمانة عنا ولازم نحن دائما نتصرف بوعي، نحط حالنا مكان هذا الطفل. دائما أنا بكل الحلقات بذكر هذا الموضوع، يعني أنت كبير لما بتسمع كلمة بتزعجك أكيد رح تنزعج منها، رح تسبب لك كتير أذى نفسي، فما بالك طفل صغير نحن عم نضربه، تخيل أنه هو عم يعمل هيك وبعده عم ينضرب، يعني بتحس أنه هذا الشيء كتير عم بيأثر عليه. فبتمنى من كل الأهالي إنه ما يتبعوا هذا الأسلوب، لأنه هو مو حل، بالعكس نحن ما عم بيصير في عنا جيل واعي، لأنه أنت عم بتعنفه هو عم بيعنف رفيقه، هذا السلوك عم ينتقل من جيل لجيل بدون ما ناخد ولا نتيجة صحيحة أو إيجابية بهذا الموضوع.
بيقولوا انه يعني قبل ما نختم خلينا نضوي على نقطة، بيقولوا انه دايما خلينا نتطلع على شو بيتميزوا اطفالنا، ان كان بالرسم ان كان بالموسيقى ان كان حتى باللعب بعيدا عن السوشيال ميديا البلاي ستيشن والموبايل، الاندماج مع بالمجتمع. قديش مهم اليوم نحن نلهي اولادنا عن حالات بشعة ممكن يمرقوا فيها، حتى نحن وقت بنكون كثير مشغولين مضغوطين من الدنيا ومن الحياة، قديش مهم انه نحن نلهي اولادنا خلص يمسكوا الورقة والقلم يرسموا يعملوا شيء هن بحبوه لحتى يفرغوا هي الطاقة، لحتى شوي يبعدوا عن النفس التعنيف اللي نحن عايشين فيه. أكيد ضروري، هذا للأسف بوقتنا كتير صار غايب أنه نحن الولد يأخذ مثلا رسمة يلونها أو يرسم أو ألعاب البزل، ألعاب الذكاء والتركيز، كل هاي الأمور غابت عنا. معلي خلينا نرجع من أول وجديد، إذا أنا بشوف في توتر بالبيت، نحن عم نحكي عن الأسرة، بلشنا بتوتر مثلا بين الزوج والزوجة، خلي الولد بغرفته لحاله بعطيه ألعابه بيلتهي، ممكن هو لما بيركز بهذا الشيء ما حدا بيسمع الخلاف بيناتهم، بصير هو حتى ما حدا بتقوى شخصيته، لأنه هو طالما عم يسمع الشيء والأذى، هذا الخلاف بين الأم والأب عم بيسبب له أذى نفسي لإله. منشجع دائما وحتى إذا مو بالبيت ما عليه يكون موجود برا، يطلع على نوادي يفرغ طاقة، لأنه الرياضة كتير ضرورية، مو بس الرسم والموسيقى، كتير ضروري بحياة الطفل، الغناء العزف، كل هاي الأمور بتقوي شخصية الطفل، بتشجعه لحتى يكون أفضل مع الدراسة طبعا، لأنه في كتير أهالي بتقول أنه خلص يلا خلينا بلش الموسم، موسم المدرسة، خلينا نحن ننتهي بالدراسة ونبعد عن هاي النشاطات. لا، كتير غلط، حلو أنه خصص له للطفل هاي الأمور، لأنه حتى هو إذا بيكون عنده سلوك خطأ بين الأخوات مع بعضهم، أنا لما بعمل وفرغ طاقة للطفل ما عاد، يعني في أطفال بتفرغ طاقتها ببعضهم، إنه بصير في خلافات بين الأخوة مع بعضهم، لا ما عليه. لما بيطلع الولد لبرا بيطلع بيلعب رياضة مثلا، بيروح على معاهد، بيرجع ما عنده شيء، يعني ما عنده هي الطاقة اللي هو مخبيها ليضرب ليعمل. حتى الكاراتيه مو غلط، رياضة كتير حلوة لحتى يفرغ طاقة. نحن بالبداية منعلم انه هاي الرياضه اللي عم تستخدمها ما منطبقها على غيرنا، على اطفال صغار او كبار، لا هي لحتى تقوي لنا شخصيتنا بس. اكيد بدنا نشكرك اليوم، وموضوع جدا مهم، نتمنى من الكل فعلا يكون امين على اطفاله، لانه الطفل امانه فيجب انه الحفاظ عليها. اليوم يمكن ظروف صعبه عم نعيشها، بس مهم فعليا نعطيهم القدر الكافي من الحنان والامان. هلا شكرا لك. شكرا، اهلا وسهلا.